وهذا وضع طبيعي. ما راح ندخل أو نفتح الباب بس بدون دبلوماسية، وهذا واقع يجري قبل كل انتخابات. ما راح ينفتح الباب على الخلافات والصراعات، أنتم مطلعين من الهيئة العامة، أنا أريد أرشح وليد الزيدي أقصاني وهكذا، وتبدل الخلافات اللي شهدناها بالانتخابات حقيقة السابقة. إحنا ما طول نادي ونادي جماهيري ونادي لازم الصيغة، ولكن اليوم نحتكم إلى القانون، واللي يحتكم إلى القانون ما يهتم. أموجود قانون وموجود نظام داخلي في نادي القوة الجوية، مو محض صدفة، ولا نادي شكل جديد ولا أخذ إجازة تأسيس جديد، نادي عمره 90 سنة. فنحتكم إلى القانون وراح نشكل لجنة انتخابات ولجنة طعون مستقلة ومن قانونيين، فاللي عنده يذهب إلى القانون خلاص، وماكو أي خط أحمر على أي شخص يريد يرشح من تنطبق عليه الشروط. كيف يعني من تنطبق عليه الشروط؟ موجودة الشروط، شروط الترشيح واضحة في قانون 18 وسلسة جدا يعني. منتمي صادق عليه الهيئة الإدارية موافقة على انتمائه، مضى عليه سنة عضو هيئة عامة من حقه يرشح، واللي مضى عليه 6 أشهر من حقه يصوت فقط. إيش قد عدد أعضاء الهيئة العامة؟ والله الهيئة العامة تقريبا فوق 200، 250 تقريبا. لو سألتك الكلام يجر الكلام، الكابتن سمير كاظم عضو في الهيئة العامة وله الحق بالترشيح للانتخابات القادمة؟ والله أعتقد في الوقت الحاضر هو فاقد العضوية وما قدم طلب جديد للانتماء للهيئة العامة، وأعتقد هو حاليا طوني صورة شباب حاليا عضو هيئة عامة في السماوة، لأنه هو مدرب لنادي طلع السماوة. رسميا من السماوة مطلع رسميا حاليا، يعني خلاص يعني طلع منهم حاليا كعضو هيئة عامة، المفروض يقدم انتساب للنادي اللي يرغب أن ينتسب لأذاكان الجوية وغيره. وأنا حسب ما افتهمت من يمه لازم أخذ وجهة نظر الطرف الآخر، ولأنا ما موقع عقد رسمي مع السماوة حتى أنا عضو بالهيئة العامة. هذا ما له دخل، هذا ما له دخل عقد ومو عقد. القانون صريح يقول ما يجوز أن تجمع عضوية هيئتين عامتين في نادين لنفس الأغراض، يعني اثنين يلعبين كرة قدم ودخل مباريات من الناحية الرسمية وهو مدرب للسماوة. بشكل قاطع القانون لا يسمح لسمير كاظم الترشيح. الهيئة الإدارية السابقة وفق القانون فصلتها من الهيئة الإدارية وما مارس أعماله، والثلاث اجتماعات متتالية ما حضر، الثلاث اجتماعات تفصل العضو وعدم مزاولته أي مهام داخل النادي لفترة معينة. ثلاث اجتماعات الهيئة الإدارية؟ نعم نعم، هاي الشرط. والشرط الثالث يعني هو أحد هاي الشروط يفقد العضوية الشخص، أنا ما أقول سمير كاظم حتى لا وجه كان أي واحد، ولذلك أنا راح أي واحد من هاي الشروط. يعني السيد أنور حمه ما غاب 3 اجتماعات، أو السيد حسن الكعبي ما غاب 3 اجتماعات؟ بس بروخصك، هو قدم استقالته بعد، ليش قبل لا يغيب قدم هو قدم استقالته، ما فصلناه. السيد حسن كريم الكعبي ما فصلته الهيئة الإدارية، هو قدم استقالته، هو قدم استقالته. السيد أنور حمد أمين هو قدم استقالته. سمير كاظم قدم استقالة؟ لا قضيته تختلف. لا ما قدم. فثلاث شروط قلت لك، إذا أنت تنتمي النادي آخر من نفس الغاض أنت فقدت العضوية. حلو. إذا أنت غبت 3 اجتماعات متتالية تفقد العضوية. إذا أنت انقطعت لفترة معينة عن هذا فقط الأولى. زين، سؤالي حتى أختم هذا المحور، لو الآن قدم طلب كعضوية للهيئة العامة يلحق يدخل للانتخاب وما يلحق؟ موجودة اللجنة وراح تشكل، هي من تقيم؟ ولجنة قضائية تكون وهي من تقيم. أنا ما أدحكم هسه في جلسة في حلقة وفضائية. القانون شو يقول غير أسئلك أنت؟ القانون صريح. القانون أنا أحكي النص، وأنا ما إذا وجهت كلامي وتحية لأخويا وعجز عليك. أنت شلون ما راح توجه الكلام؟ راح تفسر لي أنه بيناتكم خلافات. القانون يقول أنت تقدم انتساب بعد الانتساب ب6 أشهر لك حق الصوت، ورا سنة لك حق الترشح. صريح. فالقانون سيمنع سمير كاظم. أعرف بجو عفوا الكابتن سمير كاظم يتصل أنا بالمباشرة، يعني كابتن سمير عفوا إذا عندك رسالة ترسل لي إياها أقراها حاضر، أو عندك شيء مع الكنترول الأخوان تقدر تتصل بيهم، لأن أنا بالمباشر يعني ما أقدر أجاوبك. تفضل كمل أستاذ وليد. يجل هذا عفو عليك. تفضل. العفو. فده أقول لك أني حقيقة هذا الموجود، يعني اليوم أني من المعقول أرشح لمنصب رياضي وأشوف نفسي ما أقدر أوفق بين المنصبين، صعبة جدا. أني المفروض ما أقبل، مو عندي أحكي شخص وليد الزيدي، أي واحد. زين، بس أنطيك هاي المعلومة، الكنترول يقولوا لي الكابتن سمير طالب مداخلة وأنت ضيفي وإلك الحق بقبول هذه أو يعني أنطي حق الرد في حلقة، إلك لا الخيار. لا خلي يرد بحلقة عادي، بحلقة يعني ترفض اتصاله الآن معه؟ خلي يطلع وبراحته يرد براحته، لأن احنا في إلك الخيار. أنا أعتذر من الكابتن سمير لأنه هي الحلقة مخصصة للسيد وليد الزيدي، إذا كان أكو ملاحظة ف
يعني احنا باكر محددين الضيف، بعد باكر انت ضيفنا تطرح كل ما لديك. واذا احب اطلع بحلقه هم اجي اطلع. تحب الاستاذ وليد يطلعني وياك في حلقه لا عاد انت لا تطلع وياه في حلقه اخو الان يدخل يطلع عندي. لا خلي امور هذه. اوكي بعد لك الحق، اعتذر من الكابتن سمير مره اخرى، وبعد باكر ان شاء الله انت ضيفنا اذا كنت حاب، والسيد وليد زيد يقول مستعد اطلع وياه فيما يتعلق اكيد بالنقطه اللي ذكرناها.